الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهم، ولك الحمد، أنت الحق، وقولك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والساعة حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم أنت أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأرأف من ملك، وأنصر من ابتغي، وأجود من سئل، وأكرم من أعطى. كل شيء هالك إلا وجهك، كل شيء هالك إلا وجهك. أنت الواحد لا شريك لك، والملك لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآجال، ونسخت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أول بلا ابتداء، وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ربنا وبحمدك، سبحانك وبحمدك، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وما قدرناك حق قدرك، وما شكرناك حق شكرك. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير،
والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا كريم. اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة الشريفة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم 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 أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا وعلمائنا وذرياتنا وأزواجنا وذوي رحمنا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. إلهنا إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. من الذي سألك فحرمته ومن الذي دعاك فطردته؟ يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، يا من لا ملجأ للعباد منه إلا إليه، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجود والكرم، يا مسبغ النعم، يا أعظم من سئل وأكرم من دعي، نسألك اللهم أن تحقق رجاءنا بالعتق من النار. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا دائم الإحسان، يا حسن التجاوز، يا من سترت القبيح وأظهرت الحسن، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، نسألك اللهم أن تقبل توبتنا. اللهم اقبل توبتنا وامح حوبتنا واغسل حوبتنا وثبت قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود وجوه وتبيض وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين.
نسألك اللهم أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وتقضي الدين عن المدينين، وتشفي مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين، مجيب دعوة المضطرين. ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا من خير منازلنا، وافسح فيها ضيق ملاحدنا، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، عظم الخطب واشتد الكرب على كثير من إخواننا المسلمين، مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين، مستهم البأساء والضراء والشدة واللأواء. اللهم فارفع عنهم الفتن، اللهم فأطفئ عنهم الفتن، اللهم فأطفئ عنا وعنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم لا تمكن لأعدائك فيه، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في المسجد الأقصى أعزة غافرين منتصرين. يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب، اهزم الصهاينة المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وأدر عليهم دائرة السوء. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم، وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم ارفع الفتن، وانشر الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان في كل مكان، في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم عليك بالطغاة الظالمين الذين سفكوا الدماء ونثروا الأشلاء وقتلوا الأبرياء ولم يرحموا الشيوخ والأطفال والنساء. اللهم اكف المسلمين شرورهم بقوتك وقدرتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ هذه البلاد عزيزة منيعة بعز الإسلام. اللهم من أرادها وأراد عقيدتها وقيادتها وأمنها بسوء فأشغله بنفسه.